بالمناسبة دي خلونا نتعرف أكتر على جهود المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية. معنا على التليفون الدكتورة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة. برحب بحضرتك معنا دكتورة نيفين، وأستأذنك تكلمينا في البداية عن فعاليات المبادرة الوطنية دوي اللي أطلقتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، اللي تم طبعا ختام فعاليتها في مدينة العالمين الجديدة. تفضلي. مساء الخير يا فندم، متشكره جدا لحضرتك. انا بس اول تعليق اقوله لحضرتك، مبادره وطنيه دعمها منظمه اليونيسيف، لكن المبادره اطلقتها جمهوريه مصر العربيه تحت رعايه، زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي بالظبط، تحت رعايه السيده انتصار السيسي حرم فخامه رئيس الجمهوريه. وزي ما حضرتك قلتي، احنا كنا في الاحتفاليه في العالمين، كنا بندشن كمان بالشراكه بين المجلس القومي للطفوله والامومه والمجلس القبائل والعائلات المصريه، ونفذنا محافظه مرسى مطروح بتشهد الشراكه او التنفيذ من خلال الشراكه بين المجلسين. نفذنا ابتدينا بالمبادره دي على مدار سنوات كثيره، وانتهينا ان احنا بنعمل تمكين للبنت المصريه زي ما السيده انتصار تفضلت وقالت في كلمتها، واللي احنا بنشكرها على دعمها للمبادره واللي بتنفذ تحت رعايتها. احنا كمان بنستهدف من خلال المبادره دي كل ام، كل اب، كل اخ، كل ساند البنت ان هي تقدر تاخد المكان المنوط بيها، لان هي دي فتاه المستقبل، امراه المستقبل، ام المستقبل. بنامل ان هي الولد والشاب، الأطفال، بنت وولد، هم مصدر إلهام، هم صناع التغيير الإيجابي في مصر طبعا، وقلها وفخرها المتجدد. قرأتي ازاي دكتورة نيفين الكلمة المسجلة للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية اللي أكدت خلالها على التقدم الكبير في ملف تمكين الفتيات؟ دعم سيادتها للمبادرة ده بيؤكد على حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية والأم المصرية على أهمية الاهتمام بالطفولة وبالطفل. أنت عارف حضرتك إحنا في مصر عندنا 40% من السكان في جمهورية مصر العربية تحت سن 18 سنة، و25 مليون منهم موجودين في المدارس. ولما يكون القيادة السياسية وتكون السيدة انتصار بترعى مبادرة بتمكن الطفل بتمكن البنت، بتهيئ البيئة للنمو الصحي والجسماني والنفسي للبنت والولد. طب كلميني اكتر دكتور عن آلية تمكين الطفل والفتاة تحت هذا السن اللي حضرتك أشرت ليه، ويمكن عايزة أربط ده مع تدشين هذا التعاون اللي حضرتك أشرت ليه بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية. طيب احنا هنقول الأول احنا الهدف من المشاركه بين المجلسين دول ان احنا ننفذ في المحافظات الحدوديه تحت مبادره وطن واحد. احنا اشتغلنا، كان لينا شرف ان احنا نشتغل في العريش، نفذنا دلوقتي في مرسى مطروح، هنروح ان شاء الله سيوه، وهنروح اسوان، علشان دي مبادره وطن واحد. احنا كلنا بالمحافظات الحدوديه، بالقاهره الكبرى، بالدلتا، بالصعيد، احنا كلنا بنوصل لكل اطفالنا في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. هايل جدا. دوي دي مبادرة فيها محاور كتير قوي. أول محور حاجة بنسميها دوائر الحكي وطرف الخيط. إحنا بنقعد مع البنات والولاد، طبعًا بيقعد ناس متخصصين ويسترين مدربين، وده الدعم اللي إحنا باخده برضو من الهيئات الدولية زي منظمة اليونيسيف، إزاي نخلي البنت والولد يعبروا عن نفسهم، وفي نفس الوقت نعرض عليهم المشاكل اللي هم بيتعرضوا لها، زي عمل الأطفال، زي أهمية التعليم، زي الزواج المبكر، وناخد منهم هم الافكار ان هم نخليهم هم اللي يعبروا عن نفسهم ويعرفوا ويفكروا ويدوروا ويعملوا يبحثوا على اضرار الظواهر السلبيه واهميه الظواهر الايجابيه. حاجه ثانيه في اسمه حوار الاجيال، بنخلي الام وبنتها والاب وابنه بيتبادلوا الادوار. يعني انا النهارده جده وفاتني حته يعني ايه تربيه ايجابيه، كنت موظفه طول عمري وما كنتش بسمع، ما اديش وقت ان انا اسمع لاولادي، عرفت دلوقتي اهميه ان احنا نسمع لهم، ان انت تسمعي في نفس الوقت تبقي حازمه في اتخاذ القرار معاهم. ف
حوار الاجيال والتربيه الايجابيه ده جزء ثاني من دوت. الجزء الثالث الجميع بيتجاوب دكتوره نيفين، يعني جميع الاسر بجميع يعني مستويات الفكريه بيتجاوبوا لهذه المساله. مش عايزه اقول لحضرتك الحراك المجتمعي اللي حصل في مرسى مطروح، يعني انا رحت قبل الاحتفاليه يوم الخميس، انا رحت الثلاث والاربع اتقابلت واتفرجت وعملت حوارات معاهم وقلت لهم من قبل الاحتفاليه، وقلت لهم الحقيقه انا سعيده بيكم، واعتقد القياده السياسيه لما تشوف في يوم الخميس في الاحتفاليه حضرتك لو اتفرجتي على المسرحيات اللي الولاد عملوها في الجزء الثاني من دوري حاجه اسمها المسرح التفاعلي، اربع ايام تخلي الولاد يعملوا مسرحيه بطريقه فيها موهبه عن التنمر لازم عظيم جدا طبعا، بتحسي ان انت فعلا الحراك حصل. طبعا ساعتنا في كل الكلام ده المدرسين، لان احنا قبل ما نعمل معسكر للاطفال عملنا مدرسين الانشطه الاخصائيين الاجتماعيين هو مجموعه من المدارس في محافظه مرسى مطروح زي ما عملناهم في اربع محافظات قبل كده، هم اللي كانوا بيتنفذوا بيتفاعلوا مع الولاد وبيطلعوا احسن من حاجه في الولاد. وعملنا حاجه كمان معاهم حاجه اسمها الطفل صانع التغيير المجتمعي. الاطفال في مرسى مطروح طلعوا مبادره جميله قوي واتصورت انه قالوا مرسى مطروح بلا بلاستيك، نزلوا خدوا تصريح من السيد المحافظ وبشكر حضرته جدا على الدعم اللي المحافظه قدمته لنا مع مجلس القبائل والعائلات المصريه. المهم الولاد نزلوا لموا الازاز البلاستيك من احدى الشواطئ في مرسى مطروح وعملوا صفحه، نزلوا دلوقتي نازلين على المحلات. واحنا الحقيقه جيل فاعل ونامل انه يكون يعني يطلع منهم رواد للمستقبل دعمنا للمبادره دي حتى بتاعت المبادره الصغيره بتاعت مرسى مطروح بلا بلاستيك هنكملها عشان نحسس الولد والبنت ان هم لما بيقولوا مبادره احنا فعلا بننفذها بتتنفذ يكون في مصداقيه طبعا وفي يعني مد جسور ثقه بينكم وبينهم. انا بشكر حضرتك جدا على مجهوداتكم وعلى دخلتك معنا النهارده، شكرا جزيلا للدكتوره نيفين عثمان امين عام المجلس القومي للطفوله والامومه، شكرا لحضرتك.